السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. استمرار ورشات الحوار في يومه السادس واحتدام النقاش حول حجم الإصلاحات الدستورية التي تمس بنية النظام. المنتدى يناقش خطته لمواجهة ما يصفه بالحوار غير التوافقي وسط ترقب لردة فعل الأطراف الرافضة للحوار. المعارضة في ساحل العاش تحتج تنديدا بمشروع الدستور الجديد ومخاوف من عودة البلاد لمربع الاضطرابات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يتواصل النقاش في قاعات قصر المؤتمرات حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بحجم التغييرات الدستورية المنتظرة وما إذا كانت ستمس بالمواد الجامدة في الدستور وحجم مساسها ببنية النظام السياسي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس. المزيد في هذا التقرير. لليوم السادس على التوالي تتواصل ورشات الحوار بمشاركة 70 حزبا من الأغلبية الرئاسية و28 حزبا معارضا، إضافة إلى 24 مركزية نقابية و90 تجمعا من هيئات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة وممثلي الموريتانيين في الخارج. وتناقش الورشات أربعة محاور على رأسها الإشكاليات السياسية والانتخابية ثم الإصلاحات الدستورية، إضافة إلى محور تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحور الحكامة الاقتصادية والمالية. ورفضت قوى الأغلبية المساس بشكل النظام السياسي الذي يحكم البلد في وجه مطالب بعض المشاركين باستحداث منصب للرئيس. واعتبرت الأغلبية أن مقترح نائب للرئيس أمر مرفوض أو أي مقترح يقلص من صلاحيات الرئيس، معتبرة أن ذلك لا يمكن إقراره في مجتمع كموريتانيا، مطالبة بإبقاء صلاحيات الرئيس كما هي. احنا اليوم كان عندنا نقطتين وأمس نناقشهم، اللي هي نقطة سن الترشح ونائب الرئيس. وعلى كل حال جل المشاركين رفضوها نهائيا، رفضوا على ان تفتح قضيه اخبار ترشح السن وقضيه اخبار نائب الرئيس، لانهم لا مجال لهم وان الدستور ما يفتح النقاط الثنتين نهائيا. ونقلت بعض وسائل الاعلام ان الحزب الحاكم يحاول مقايضه قبول زياده سن الترشح بزياده عدد المأموريات الرئاسيه. وقد شهد الحوار الشامل انسحاب حزب الحضاره والتنميه الموالي معلنا مقاطعته للحوار، متهما لجنة الإشراف والتنسيق بنقل رسائل خاطئة للرئيس الموريتاني. واعتبر الحزب أن اللجنة لم تبذل الجهد لاستقطاب المعارضة الموريتانية التي وصفها بالوطنية والجادة، مشيرا إلى وجود جهات في الأغلبية لا تريد للحوار أن يكون شاملا. نختار نقول هذا الحوار كانت مدة تخرص أسبابه أولا وتخرص أطرافه، أسبابه ما اجتماعية ما اقتصادية، أسبابه سياسية بحتة، معلوماتي صراع سياسي قائم منذ 2006 إلى يومنا هذا، فهم مشكل سياسي قائم بين أغلبية ومعارضة. هون نختار نقول الحوار مهم من على الأساس لا يعود قالوش. وكانت المعارضة المشاركة في الحوار قد اختلفت حول من سيكون الناطق باسمها طيلة أيام الحوار. وكانت اللجنة المشرفة على الحوار قد توصلت إلى تشكيل لجنة إعلامية تتألف من 12 عضوا بتناصف بين الأغلبية والمعارضة المشاركة في الحوار. وقد شهدت مختلف الورشات نقاشات ساخنة كان أبرزها حول ترسيم اللغات وآلية ترجمة مداخلات المشاركين، وتستمر فعاليات الورشات إلى غاية السابع من الشهر الجاري. وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في كلمة الافتتاحية للحوار أن كل المقترحات الدستورية سيتم الاستفتاء الشعبي عليها. دخل منتدى الديمقراطية والوحدة في جملة مشاورات من أجل بلورة خطة مواجهة ما يصفه بالحوار غير التوافقي. وتقول مصادر من داخل المنتدى إن خطته جاهزة وستتضمن أنشطة تعبوية للتعبير عن رفض الأجندة التي تهدد الاستقرار وتقوض ما تبقى من أسس المسار الديمقراطي في البلاد. نتابع. في ظل مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة للحوار السياسي الجاري هذه الأيام في قصر المؤتمرات، يطرح المراقبون أسئلة عديدة بشأن مسارات المنتدى ورؤيته للمرحلة المقبلة بعد انهيار لقاءاته مع النظام وانطلاق جلسات حوار يقول المشاركون فيه إنه سيؤسس لمرحلة سياسية جديدة ومختلفة عما قبلها.
في ظل إحجام المنتدى عن الإفصاح عن خياراته وخططه للمرحلة المقبلة، يمكن تلمس اتجاهين اثنين يتوقع المراقبون أن يرتكز عليهما موقف المنتدى. الاتجاه الأول أن يختار المنتدى مسار المناكفة للحوار السياسي الحالي ومخرجاته، وأن يدخل في تعبئة سياسية وشعبية لمناهضة النظام وفق ما يسمح به المناخ السياسي للبلاد. ويمكن أن يستفيد المنتدى من زخم رفض بعض القوى المعارضة الأخرى للحوار الحالي ويوسع من التنسيق معها. لكن إلى أي مدى سيصل تصعيد المنتدى ضد الحوار الحالي؟ وهل ستكون لديه قدرة على ابتكار وسائل نضالية جديدة بعد أن تقادمت وسائله وتعرض لانتقادات عديدة حتى من طرف أنصاره وشباب المعارضة؟ الاتجاه الثاني رفض الحوار الحالي، لكن مع بقاء قنوات اتصال مع النظام يمكن أن تفضي لاحقا إلى حوار تكميلي أو مشاركة بعض القوى في المنتدى في مخرجات الحوار الحالي، وهو خيار تعززه التسريبات بشأن خلافات داخل المنتدى ورغبة بعض قواه بالمشاركة والاستفادة من الواقع السياسي الحالي بدل الجلوس في الخلف والتمترس خلف المواقف المتصلبة، خاصة إذا ما تم إجراء انتخابات بلدية وتشريعية جديدة. وبغض النظر عن طبيعة المسار الذي سيختاره المنتدى خلال المرحلة المقبلة، فإن مخرجات الحوار الحالي ومدى اقترابها من الخطوط الحمراء شعبيا وسياسيا يمكن أن يكون حاسما في خيارات المنتدى مهادنة أو تصعيدا. طلب عشرات من مجموعة التجار المؤجرين بسوق العاصمة المركزية الجهات المعنية بإنصافهم، ولفتوا في بيان وزعوه للرأي العام إلى وضعيتهم التي قالوا إنها تشكل مأزقا قد يؤدي إلى القضاء على مصادر عيشهم إذا لم تتدخل السلطات الوصية حسب تعبيرهم. وطالب المؤجرون بتخفيف الشروط التي بموجبها يمكنهم ولوج السوق، خصوصا وأنهم يقومون بأدوار كبيرة في دفع الإتاوات والضرائب، ويقع عليهم عبء تشغيل الكثير من الطاقات وتوفير مواد ضرورية لحياة المواطنين. ومعنا للتعليق على هذا الموضوع محمد أبو بكر الملقب بايدن، المتحدث باسم المؤجرين في سوق العاصمة مرصد كابيتال. أهلا وسهلا بك. شكرا. يعني خرجتم في تظاهرة، ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها من خلال هذه المسيرة؟ يعني الرسالة اللي ندور موجهه ولله تعود بلغت الجهات كاملين، وإن ياسر إحنا نختيره توصل الجهات عن هذا سوق مرصد كابيتال. كل شيء مسؤول عود هو في ياسر من الخلق أكثر من ذا الكم اللي شاك الناس إنه فيه. إحنا اللي فيه نعرفهم فيه ألف زايد من البواتيك، وذي ألف زايد من البواتيك كل بوتيك مشغل تروج والله ربعة. هذا اللي هواش، هذا اللي هو العدد تقريبا يفوق له عود تقييم العدد 8007 إلى غير ذلك من حملة شهادات من أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام الهمية السوق اللي هو ودورها الرائد في الدور الاقتصادي وامتصاص البطالة وتلبية حاجيات الناس وإعطاء البلد الوجه اللائق. بالحقيقة هذه السوق اللي هي طالما انتظر مؤجرها حلا لقضيتهم، وهي لو ركاتيها ثلاث سنوات انقالهم على هذه السوق اللي هي اللي تدقدق واللي عندهم سوق بديل. هذا تعهدهم به سيادة الرئيس محمد العبد العزيز، ومن يجاو الجهات كاملة المعنية وهذا الوصية على السوق قالهم عن هذا السوق اللي هو أعلن الأولوية فيه أنه المؤجرين. وللأسف من عاد يوم ذا وفوجئنا بقرار من الحكومة عن هذا السوق اللي هو عن عاد لهم بيع بالميزاد العلني، والميزاد العلني في الحقيقة رافضين للسوق رافضا باتا به اللي يشتريها شخص واحد والله اثنين. هذا 99% من الخلق في الحقيقة اللي كلها يحصل على محل وهدفه بها لا إياك يفضل عند عمر والله زيد بطاعة يستقلها في البوتيك اللي هو في الحقيقة ما عند مباشر وباتي. طيب ما هي أبرز مطالبكم في هذا السياق؟ هذا السياق تبارك الله هذا السياق اللي هو كما قلت لك عن السوق اللي هي عن شياس من الخلق واحتياجات خاصة وفهم باعة متجولين وفهم أهل الطوابل وفهم خلق في الحقيقة ما يقدر قاش يرمي عبر الحائط. هذا ركاتيها السوق اللي هو مؤجرين سوق مرصد كابيتال يدفع الضرائب الباهظة الثمن بالرغم قاعد ويعطوا ضرائب الحيط ويعطوا ضرائب الربح بالرغم قاعد الربح في السنوات الأخيرة يواجع مات الياسر وشبت عدة حرائق في السوق ملي ما دخل مراكش. والركاتيها هرت عمان والله ربعة تخلق فيه قفلة في السوق، تخرجوا ممرات وكامل يقفلوا على 3 كيلوات في الاربعه داخل السوق. ولكن بعد احنا هذه ما هي اول مطلبكم الان، مطالبكم مطلبنا الان من رئيس الجمهوريه وجزاه الله خيرا، ما هي اول مره نطلبوها عدل هنا، جينا عده مرات المطالب نقعد اطمن اللي هو ولبينا فيها الطلب.
ركاتية جايين دور السيد محمد العبد العزيز يعطينا السوق اللي هو يعطينا كبديل للسوق المركزي الكامل. يعني كيفاش تردوا ينباع مزاد علني؟ لا 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 ما سمعت قلت لك ما ندور ينباع مزاد علني، السوق اللي هو ندور هو اجر لنا تاجير يعود منصف يعود الرقاش على مده 3 عمان 20 سنه 10 سنوات 5 سنوات يعود المحل اللي هو يقعد له واجر له ب 20,000 30,000 كما كانت معدل البلديه للسوق الاول. وركاتي اصبح لذوي الارض ما هي لهم، لكن احنا ندور وعدل معانا حل وسط هذه المسألة التي هي. طيب يعني هو ما تطالبون به يبدو من الأساليب القديمة في العمل، وأنما سينظم سيمكن من توزيع السوق بعدالة ولأصحاب القدرة على الوفاء بالتزامات المالية التي طلبها الموقف. يعني لا تعتقدون أن هذا معقول؟ لا، احنا المعقول عندنا والمنصف ونعرفهم اللي على السيادة الرئيسيين اللي طالع على وضعية نظركاتية أكيد راح يحلها. مين اللي قد عد الحقيقة الخبر ما شاف صفته أكيد أعلنوا لين اللي طلعوا محمد عبد العزيز بيلا ما هي ولا مرة نشوف مشكلة ونقربوا للمعنى ونقربوا للفاضل السلسة لين اللي يفهمنا. هذه المرة اللي هي السوق اللي هو سوق كابيتالي لا ما ندار في السوق الأخرى في صفته لا عود لا باتيك مرصة كلينيك ولا ندار فيه المرصة كان عود هذا قالوا السوق ولا اللي اشتراه 4000 وقالوا والله 5 ما تنقل السوق قالوا محلات. طيب هل اتصلتم بالسلطات قبل المسيرة اليوم مثلا؟ أكيد كان ردها عليك. أكيد السلطات جايين الوزراء كاملين الوزراء المعنيين بهذا الملف اللي هو ملف السوق جيناهم كامل كنا اطرقنا بابه ومشيناهم عده رسائل ورسائل موجوده عندنا. الاخير منهم السيد الوزير الاول قال عن سوق عن ينباع بالمزاد العلني وانتم كما تعود شاهدتوا كاملين شفتوا الوزير يوم من قال القضيه هي عن السوق عن ينباع بالمزاد العلني لكن احنا الحقيقه رافضين ورافض بات باللي ما يصح انه ما في صالح الناس. طيب ليس هناك تجاوب معكم في لا. طيب سنأتي الان على ختام هذا اللقاء، شكرا لك انت كنت ضيف نشرة، يعطيك العافية. محمد بن بكر الملقب بيدن تحدث باسم التجار المؤجرين المضربين. شكرا. انطلقت بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة دورة تكوينية منظمة بالتعاون مع قناة الجزيرة لصالح بعض الصحفيين الموريتانيين العاملين في القطاعين العمومي والخصوصي. محمد مبابا والتشفاغا تحدث عن أهمية الدورة وما سيترتب عليها من مخرجات تنمي ملكات الصحفي الموريتاني. ستركز هذه الدورة بحول الله على المعايير التحريرية والفنية والإبداعية المتبعة في صناعة الأخبار في التلفزيون، وستسهم في التأهيل المهني للصحفيين الموريتانيين الشباب العاملين في القنوات التلفزيونية، وهي في الحقيقة ثاني دورة تقام بالتعاون بين شبكة الجزيرة ممثلة في مركزها للتدريب والتطوير وبين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. علي والعلادة مدير المدرسة تحدث في كلمته عن أهمية التكوين الذي يأتي نتاج علاقات قوية بالفاعلين الإعلاميين من أجل ضمان استفادة أكبر. يشرفني أن أرحب بكم في مستهل حفل افتتاح هذه الدورة التكوينية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ومركز الجزيرة للتدريب والتطوير تحت عنوان دورة الصحفي التلفزيوني الشامي، والتي تجمع بين خبرة المدربين ونخبة الإعلاميين الموريتانيين، وسيلتقي خلالها عشرات الصحفيين العاملين بالتلفزيونات العمومية والخاصة طيلة شهر العروض النظرية والتطبيقية اللازمة المعززة لمعارفهم الإعلامية في مجال التلفزيون. الأمين العام لوزارة الاتصال تحدث في كلمته عن الحريات الإعلامية في موريتانيا وضرورة المحافظة عليها. أيها السيدات والسادة، تتذكرون وتستحضرون أن بلادنا تراكم منذ سنوات تسنم وصدارة العالم العربي في مجال حرية الإعلام، وهو مكسب وتكريم مستحق لحجم ونوعية الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال سنوات التكريم المتتالية في مجال توسيع حريات الإعلام عموما وتحرير الإعلام السمعي البصري خصوصا. وشملت تلك الإصلاحات إرساء ترسانة قانونية وتنظيمية من أكثر الترسانات القانونية بالمنطقة العربية والإفريقية انفتاحا وعصرنة وتسامحا ومرونة. وبالعودة إلى موضوع الحوار الدائري في قصر المؤتمرات ورشات الحوار، نستضيف للتعليق على هذا الموضوع سيد محمد لمين وللبان. أهلا وسهلا بك.
يعني لليوم السادس من انطلاقة الحوار واليوم الثاني من الورشات، كيف تعاملتم مع مجريات هذه الورشات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، شكرا على الاستضافة. طبعا سار اليوم الثالث من ورشات الحوار مثل يوم الأمس، لأنه اليوم أصبح التركيز في الحوار أكثر. لماذا؟ لأن التنظيم اليوم الأول عادة تكون فيه عمليات التنظيم أصعب شوي. اليوم استمرت الورشات الأربع بعملها في إطار استقبال المتدخلين. أنا شخصيا رأست ورشة الشأن السياسي والانتخابي، وكانت المداخلات فيها مداخلات متنوعة، من مطالبة بتنظيم الأحزاب السياسية إلى مطالبة ببعض المطالبات بتوسيع النسبية، بعض المطالبات بتضييق النسبية، بعض مثلا كان الحوار فيه مفتوح جدا، وكان المقررين موجودين يكتبان آراء الجميع، وفي النهاية ستكون هناك حوصلة في نهاية. طيب تعددت الطروحات طبعا في هذه الورشات، يعني ما هي أبرز النقاط المثيرة للجدل في هذا الحوار برأيك عموما يعني؟ طبعا هناك نقطة، طبعا أعتقد بأن حصل نوع من الوفاق حول إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، لوح هذا الوفاق نوعا ما، حصل نوع من الاختلاف أو نوع من اختلاف وجهات النظر حول نيابة الرئيس في هذه الورشة. اتفق الجميع في ورشة الوحدة الوطنية على ضرورة التمسك بهذا بعامل الوحدة الوطنية، وضرورة التركيز عليه، وضرورة إعطائه. كان الأبرز هو قضية مجلس الشيوخ. على الأقل كيف ترون الطروحات، يعني نستخدم الوقت، كيف ترون طروحات المقاطعين الذين يعتبرون أن هذا الحوار جاء فقط لتشريع التمديد والمأمورية الثالثة للرئيس الحالي؟ أنا أعتقد بأنه أو جازم بأن طبعا في النظام الأنظمة الديمقراطية الآراء طبعا تختلف من شخص إلى شخص، إلا أني أعتقد بأن هذا الطرح بالذات طرح مغاير للواقع الورشات، لواقع الورشات، لأن إذا ذهبت إلى الورشات تجد بأنه المتدخلين يلتزمون بجميع العناوين المطروحة. طبعا هذه العناوين لا تركز فقط على هذا الموضوع الذي تحدثت عنه أو تحدث عنه. يعني في هذا السياق في نقاشاتكم اليوم، على أي حال هل تعرضتم للنقاش أو تعرضتم لحديث أو تطرق أحد للمواد الجامدة في الدستور عموما؟ بالنسبة للحوار بشكل عام هي بدون نقاط حمراء. أنا شخصيا سمعت الحديث عن العمر الزمني للمترشحين، طرحت شخصيا أمامي هذه القضية بالذات. لم أستمع لمن تحدث عنها، إلا أن لا يمنع أن يكون هناك شخص يحمل وجهة نظر أن يطرح هذه القضية. أنا شخصيا لم أستمع إلى هذه في ورشة الشأن الدستوري، لم أسمع أبدا متداخل تحدث عن هذا، إلا أن لا يمنع في أن في هذه النوع من الحوارات أو هذا النوع من النقاشات أن يطرق شخص إلى هذا النوع من المواضيع. رئيس الجمهورية تحدث شخصيا عن وجهة نظره في هذا الإطار، تحدث حتى عن شكل النظام وعدم الرغبة في تغيير شكل النظام في زيارة النعمة. طيب هو من الواضح أن المس بالمأموريات والمواد الجامدة في الدستور هذا يثير غضب الكثيرين، يعني ما موقفكم من الطرق؟ هو يا أستاذ يثير غضب الشخص دون أن ينتقل للحوار معك حقا شخصيا، أن يحكم على الأشياء قبل أن يدخل فيها. أعتقد بأنه كان من الأحسن أن الدخول في الحوار ثم الحكم على الشيء بعد الدخول في الحوار، أما أن تحكم على الشيء قبل أن تدخله وأن تمارسه وأن تعيشه، أعتقد هذا حكم سابق لأوانه وحكم غير موضوع على الأقل. أقل ما يقال عنه أستاذ محمد أمين، رئيس حزب الورشات في الحوار الجاري، رئيس حزب العدالة الديمقراطي، رئيس حزب العدالة. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. نظم العشرات من عقدوي التعليم بموريتانيا وقفة احتجاجية بنواكشوط، مطالبين السلطات بتنفيذ الوعود التي سبق أن وعدوا بها والمتمثلة في ترسيمهم ودمجهم في الوظيفة العمومية من أجل الاستفادة من خبرتهم المهنية في وقت يعاني قطاع التعليم من نقص في الكادر البشري. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. منسقية المعلمين والأساتذة المتعاقدين بموريتانيا تنظم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، المطالبة بالترسيم وإيجاد حل نهائي لقضية كثيرة ما عانوا منها لفترات طويلة دون بوادر حل نهائي في الأفق. الأساتذة والمعلمين العقدويين طالبين الرئاسة ترسيم اللي كانت يتعدل لهم تعدل لهم، ثانيا ما هي ذيك السنة الدراسية افتتحت اليوم، ومع ذلك هون الأساتذة والمعلمين على مستوى الوطن ما فاتوا قاسوا بعملهم. سمعت طالبين الرئاسة ذاك الترسيم كانت تعدلهم تعدلهم، وثانيا ما هي ذيك هاي الوقفة المعدلين معدلين لا من أجل ترسيم وتنتهي عن هاي المشاكل اللي تعاني منها هذه الجماعة اللي هي.
الوقفة الاحتجاجية تحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية وتذكيره بالعهد الذي قطعه على نفسه والمتمثل في ضرورة ترسيم العقدويين وإتاحة فرصة للاستفادة من كفاءتهم العملية التي تنهض بالعمل في أكثر من قطاع. هذه اليوم رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، مع كامل احترام والتقدير له نطالبه أن يفي بعهوده التي قطعها على نفسه، وهي ترسيم هؤلاء النخبة الكبيرة من الأساتذة والمعلمين الشباب الأكفاء اللي استحق اللي يقروا. ثانية ترسيمهم، وترسيمهم يساهم كذلك في يكون الرئيس قد أوفى بعهده الذي لقطع نفسه، نطالب بالترسيم فقط من الرئيس. وتبقى إشكالية الترسيم في الوظيفة العمومية من الإشكاليات المعقدة، إذ تسعى الحكومة إلى تخفيف عبء الوظائف عن الدولة، بينما يطالب العديد من العمال العقدويين في أكثر من قطاع بالترسيم في الوظيفة العمومية. وضعية لا يبدو أنها ستجد حلولا سريعة في سياق سياسة تتجه للتخفيف من أكبر كم ممكن من الوظائف البيروقراطية في الأجهزة الحكومية. طالب مجموعة من حملة شهادات العاطلين عن العمل بضرورة مراجعة معايير المشاركة في المسابقة التي أعلنت عنها المدرسة الوطنية للإدارة مؤخرا، خصوصا ما يتعلق بالخبرة وكذا معادلة الشهادات. هذه مجموعة من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، عندنا ندوروا حقوقنا، طالبين لا بحقوقنا، قرينا وتعبنا مطالبين بحقوقنا. عندنا مجموعة من المطالب لأهمي من هذه مسابقة الإدارة اللي قصاتنا بخمس سنوات، مقايل خبرة خمس سنوات، بما أن نحن دفعات في بلايدة يقولون خبرة خمس سنوات مسابقة داخلية، وكأن نحن قاع ما عندنا الحق شو كأن ما أنا من البلد، نطالبين من الإدارة من ذا المنبر يعدلون لنا مسابقة خاصة بينا ويزيدون لنا المقاعد. هذا المطلب الأول. ثانيا خالق قرارات قالوهم أنهم لا يساووا بين الماس بين الليسانسي ودق وبين ماستر وما تريز، هذا ما لنا قابلهم نهائيا، بيلي هذا وإقصاءنا في حد ذاته ولا لنا قابلينهم. إلى الشأن الإقليمي، حيث احتجت أحزاب المعارضة الإفوارية بالعاصمة أبيجان تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي تقدم به الرئيس الحالي للبلاد حسن وترى أمام نواب الجمعية الوطنية بعد أن صادقت عليه الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة. نتابع. المعارضة الإيفوارية تحتج بالعاصمة أبيجان تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي تقدم به رئيس البلاد الحسن وترى أمام نواب الجمعية الوطنية بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق. الاحتجاج الذي دعت إليه الجبهة الشعبية الإيفوارية اعترضته الشرطة بحجة أنه غير مرخص، وهو ما نفاه الحزب، وقال إنه اتبع الإجراءات اللازمة وإن الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية ودائرة الشرطة على اطلاع على ذلك. وتقول المعارضة الإيفوارية إن مشروع الدستور الذي تقدم به وترى إلى الجمعية الوطنية فصل على المقاس وتم في ظروف تطبعها السرية، وينص مشروع الدستور الجديد على أن يكون هناك نائب للرئيس ومجلس للشيوخ، غير أن المعارضة تخشى من أن يشمل مشروع الدستور الذي لم يتم الاطلاع عليه بعد مأموريات الرئيس، أو أن يحتال وترى على الحكم من خلال استحداث منصب نائب الرئيس. ويقول وترى إن الدستور الجديد يشكل تعهدا انتخابيا خلال الحملة الرئاسية الماضية، كما يدعو للحوار مع المعارضة حول الأوضاع التي تعيشها البلاد ورؤية المعارضة لتجاوزها، غير أن البعض يتخوف من أن يكون احتجاج المعارضة له ما بعده في استقرار البلاد وعودته إلى مربع الاضطرابات من جديد، فيكون الدستور العنوان الأبرز للأحداث بساحل العاش. أحداث قد يخشى وترى من أن تعصف به ويعيد ساحل العاش إلى سنوات فارطة من عمره السياسي تكبد فيها خسائر مادية وبشرية كبيرة، وأدخلت البلاد في أزمة سياسية ألقت بظلالها على باقي مناحي الحياة في أبيجان. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث يعتبر صوت المرابطين في ساحات المسجد الأقصى الباكورة الأولى التي فجرت انتفاضة القدس، مما جعل الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل الوسائل لإبعادهم وبسط سيطرته على المسجد الأقصى. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
يسعى الاحتلال جاهدا لإخماد صوت المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، فهم الأيقونة التي فجرت انتفاضة القدس، ما جعله يبتدع سياسة الإبعاد سلاحا في وجه المرابطين. بالمقابل لا يعدم المرابطون وسيلة في إبقاء صوتهم مدويا في باحات الأقصى، مفوتين على الاحتلال بسط سيطرته على الأقصى بالرغم من الإبعادات الأخيرة التي طالت 14 مواطنا. يقول الشاب المقدسي مصباح أبو صبيح الذي تحرر من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة وسلمته إسرائيل قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، إن سلطات الاحتلال تحاول إفراغ المدينة المقدسة والبلدة القديمة من الشبان والمرابطين حتى يتمكن المستوطنون من تدنيس المسجد كما يحلو لهم. ويؤكد أبو صبيح أنه رغم قرارات الإبعاد إلا أن قلوبنا ما زالت متعلقة بالمسجد الأقصى ولن نستسلم لمخططات الاحتلال. بدوره يتوقع المبعد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين أكرم الشرفة أن هناك سياسة واضحة من الاحتلال هذا العام لفرض واقع جديد في الأقصى، مشيرا إلى أنه مضى على إبعاده عن المسجد الأقصى 3 سنوات متتالية وأنه يشعر بالحزن لعدم تمكنه من الصلاة بالمسجد. من جانبه قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس للمركز الفلسطيني للإعلام إن سلطات الاحتلال مستمرة في حملة الاعتقالات بحق المقدسيين تزامنا مع الأعياد اليهودية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تهدف من وراء الإبعادات إلى خلق واقع جديد يتيح للمستوطنين استباحة المسجد الأقصى وتحقيق هدفهم بتقسيمه زمانيا ومكانيا وإقامة الهيكل المزعوم. وفي هذا الشأن قال المحامي والمختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى خالد زبارقة في تصريحات صحفية إن جميع قرارات الإبعاد التي أصدرتها سلطات الاحتلال لا تعتمد على أي مسوغ قانوني واضح، إذ صدرت عن جهاز عسكري بعيد عن العملية القانونية المعمول بها في مؤسسات الاحتلال ذاته. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار ورشات الحوار في يومه السادس وهو احتدام النقاش حول حجم الإصلاحات الدستورية التي تمس بنية النظام. المنتدى يناقش خطته لمواجهة ما يصفه بالحوار غير التوافقي وسط ترقب لردة فعل الأطراف الرافضة للحوار. المعارضة في ساحل العاج تحتج تنديدا بمشروع الدستور الجديد ومخاوف من عودة البلاد لمربع الاضطرابات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم.